بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، اليوم في مجال الترجمة الأدبية نناقش قصيدة لشاعر السوري المرحوم عمر أبو ريشة. عمر أبو ريشة مولود 1910 والمتوفى 1990. بعد تعليمه الابتدائي في منبج سوريا حاليا وبلاد الشام سابقا، انتقل شاعرنا عمر أبو ريشة للتعليم الثانوي والجامعي في مباد في لبنان بيروت، وتلقى تعليمه هناك، ثم انتقل إلى إنجلترا ليدرس الكيمياء هناك. عمر أبو ريشة مولود في عائلة في أسرة مثقفة، أبوه والده عمل في مختلف المصالح الحكومية، ويبدو كأنه كان متخصصا في الزراعة، لكن شاعره كما يظهر من أقواله متأثر أكثر من أمه والدته، فيقول أنها كانت طيب الله مثواها مكتبة ثمينة على رجلين، عنها حفظت الأشعار والقصائد والمطولات. على كل حال، شاعرنا بعد تخرجه من الدراسة الجامعية يبدو أنه التحق بالسلك الدبلوماسي في الدولة السورية، وعمل سفيرا في البرازيل، في الأرجنتين وتشيلي والهند وجمهورية العربية المتحدة بمعنى مصر والسودان آنذاك والنمسا. وضمن هذا التسلسل الوظيفي يبدو أن شاعرنا عمر أبو ريشة كان في مهمة في المملكة العربية السعودية أيام الحج. وفي السعودية كما تعرفون عندهم من تقاليد موسم الحج يتم غسل الكعبة الشريفة، ونتكلم عن أيام الملك المرحوم الفيصل بن عبد العزيز. ومعروف الملك الفيصل بورعه وسلاحه من بين الملوك أبناء عبد العزيز كلهم، متميز بورعه وله تعزيم وشأن كبير لدى الجميع. وأثناء هذا التقليد، هذا العمل لغسل القب، يبدو كان الشاعر عمر أبو ريشة بجنب الملك عبد العزيز، ملك الفيصل بن عبد العزيز، فقال له الملك: ماذا عندك يا عمر؟ فالشعراء بما أنهم الخلق الحساس، عندهم حس المرحف، يبدو أن هذا النداء من الملك أثر فيه وأنشد قصيدة يبدو فيما بعد، ويبدو أنه أنشدها فيما بعد عندما كان في المدينة المنورة، لأنه يبدأ قصيدته هذه: أنا في موئل النبوة يا دنيا. موئل النبوة يبدو كأنه كان في الهرم النبوي في المدينة المنورة. وكما ذكرت عنوان القصيدة: من ناداني، ولعله استفهام واستغراب في الوقت نفسه.
على كل حال القصيدة تبدأ بأنا في موئل النبوة، موئل آل يقوله موئل ملجأ النبوة في مقام النبي في حضرة النبي في المدينة المنورة، أؤدي فرائض الإيمان، أكمل فرائض الإيمان بمعنى فرائض الحج، مع أنه الناس يعتبرون بأن زيارة الهرم النبوي ليس من ضمن فرائض الحج، هي سنة، لكن معظم الحجاج يزورون الحرم المسجد النبوي تبركا وتيمنا بهذا المقام. أسأل النفس خاشعا، أترى طهرت بردي من لوثة الأدران؟ كم صلاة صليت لم يتجاوز قدس آياتها حدود لساني؟ كم صيام عانيت جوعي فيه ونسيت الجياع من إخواني؟ كم رجمت الشيطان والقلب مني مرحق في حبائل الشيطان، إلى آخره. على كل حال يقول في البداية أنا في موئل، يعني أنا في موئل النبوة في حضرة المقام النبوي في المدينة المنورة، يا دنيا يا أيها الناس، يستحضر المقام يقول الناس أنا الآن أنشد هذه القصيدة في موئل النبوة، يعني باللغة الإنجليزية ممكن نقول Oh people, I am right now in the sanctuary of the prophethood. أؤدي فرائض الإيمان. I am performing the rituals, obligations of my faith. أسأل النفس خاشعا. In my humbleness, humility, I am asking myself, أترى طهرت بردي. Have I cleansed my cloak, my clothes, من لوثة الأدران، from the pollution, from the dirt of various types of dirt. يعني مع أنه من المؤكد كان في الحج، فمن المؤكد وإنسان مثقف مثله كان لابسا لباسا نظيفا، لكنه يشير إلى الجانب الآخر، ما يلبسه الإنسان لكي يظهر أمام الناس. Have I cleaned my clothes which are covering me myself? كم صلاة صليت لم يتجاوز قلت. How many a you know كم صلاة كم we use sometimes for as we say in Arabic للاستفهام أو للاستغراب. How many, if we say كاستفهام, we say how many prayers have I prayed or prayed or performed. But لعله أفضل هنا للاستغراب. كم صلاة صليت؟ How many, how many times have I prayed? لم يتجاوز قدس آياتها حدود لساني. لكن, but the words of these prayers have not gone beyond, have not exceeded my lips. Use the word lisan means tongue, but in translation we may say the lips. كم صيام عانيت جوعي فيه. How many months of Ramadan have I suffered from the hunger of fasting? يعني many months, many years I have fasted during Ramadan. ونسيت الجياع من إخواني. But the thing is that I have always missed, I have forgotten my brethren, my hungry brethren who have nothing to eat, who are poor. He means to say that somebody who fasts, before he fasts, he has to look around his neighborhood. His relatives, is there anybody who is in need of the food and drink? Otherwise, what the hadith says, لا يصيبه من صومه إلا الظما والجوع. Many people who fast, they don't get anything from their fasting except the hunger and thirst.
And there's a very clear hadith in the context, out of the context of, in the general context, out of the context of Ramadan. ليس مؤمن من بات شبعان وجاره جائع, أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني he who sleeps with a full stomach, having had his dinner, supper, while people around him in his neighborhood have slept without food, have slept hungry, this kind of person cannot be a faithful person. Then he goes on to say, "Kam rajamtu shaitana wal qalbu minni." How many times have I stoned the devil in Mina during the Hajj? And he has performed the Hajj many times, but my heart remains. He doesn't use the word marbutan. He says murhaqan, and he tired and exhausted in the ropes of the devil, the Satan. Rabbi in afaw, Rabbi afwan in ashtu dini alfazan ijafan walam aish humani. My God, my Lord, O Allah, if I have lived my religion just mere words, blank words, meaningless words, and I have not lived it with its spirit, walam aish humani. أنا من أمة تجوس حماها جاهلياتها بالاستئذان. Forgive me, I am from a nation, whose caretakers, who people, its leaders, who are at the helm of affairs, they prowl the paganism, the ignorance, without any permission. Yani the ignorance need not, the paganism need not have any permission into their presence. So they are, they live in the paganism. I am from that kind of ummah. مزقت شملنا شعائر شتى. We have many kinds of rituals in our Muslim ummah besides the real Islamic rituals. These rituals have mazzaqatna, they have torn us apart. And every group has its own rituals. We don't seem to be a one single ummah. مزقت شملنا شعائر شتى وقيادات طغمة عبدان. And the leaderships who are the slaves of others, who are a band, a group of slaves of others, different powers. مرنتنا على الحزيمة والجبن. And these are our masters from outside, they have trained us, tamed us on defeat and cowardice. وبعض الحياة بعض المراني. Some life, some exercises. فاستكنا لا بارك الله في صبر. We have humbled ourselves. May Allah not bless this kind of humbleness. والجبن and cowards. لا بارك الله في صبر. May Allah not bless this kind of patience. صبر ذليل. This is the patience of the people who have been suppressed, who have no respect, who have no honor of their own. وبكاء جبان. And sometimes the crying and weeping of the cowards. Now he comes back to address Faisal ibn Abdul Aziz, the king, the righteous king of Saudi Arabia at that time, who had inspired him to say this poem. Ibn Abdul Aziz, O the son of Abdul Aziz. Then there should be a comma here. Wanta fazdal idlu, is the honor. But as if what we say, the badal, it is the substitute for the king. The honor woke up. The king woke up. Wasga, and he listened carefully. Waqala man nadani, who is calling me? Who has called me? Qultu zakal jarihu fil qudsi. I replied, I said, this is someone who is
the wounded, the wounded in the Quds, in Palestine, in Jerusalem, occupied Jerusalem, في سيناء, in the occupied Sinai, at the time it was still under the occupation of the Jews, the Israelis, فالضفتين, in the banks, on the both sides of the banks, river means to say the west bank and the east bank, في الجولاني, and in Golan Heights. So he is covering the whole scenario of how the Palestine was occupied by the illegal occupants who came from different parts of the world and occupied the place. And he says, I am from, oh, the righteous king, I am from that land, land of the wounded, suppressed in Palestine. I represent people of Sinai, occupied Sinai, and the people of the two banks of the of Palestine. Perhaps he wants to say the West Bank and Gaza, Fil Julani and the Golan Heights. I'm from the occupied lands of Palestine and the occupied lands of Arabs and Muslims. So if we look at the whole poem now, oral, he says, I'm looking at myself, I am a kind of Muslim, a kind of faithful who prays, but my prayers do not go beyond my lips. I fast during Ramadan and beyond Ramadan sometimes, but my fasting does not make me remember the hungry brothers and sisters. Many a times I perform Hajj, but my heart is not only tired and tired, exhausted in the ropes of the devil. And then the fate of our Millah is that the people who are at the helm of the affairs, they are busy in their own affairs. And we as the Ummah, we are not united. مزقت شملنا شعائر شتى وقيادات تغمة أبدان. And we have been trained but tamed to be patient, to have no honor, and we cry like the cowards, oh, the righteous king. And when I called, he called me back. He says, Man nadani? I said, I am from the land occupied by the others, unjustly occupied by others in Palestine, in Sinai, and in Julan. So perhaps the poet here is summarizing the whole situation of the Muslim Ummah, Arab Ummah as a whole. That the reasons is that we follow our religion in the not in the spirit. Our rituals of prayers and fasting and Hajj and whatnot are just rituals. They are not deep into our spirit. So this is what has happened to us, and we are not a respectable, honorable nation, ummah now on the earth. So this is the impressions, the feelings of the poet Omar Burisha, and I request my students to study more on from this great poet Omar Burisha. Perhaps you will benefit from them, and since most of our students are the female students, girls, I remind them again what Omar Burisha says about his mother, بأنها كانت طيب الله مثواها بأنها كانت مكتبة على رجليني منها تعلمت الشعر ومنها حفظت القصائد والمطولات. So inshallah, I hope that many of you will get inspired from the poems of this great poet, and it will leave an impact on your lives too. And thank you for being patient, and may Allah bless you with all His blessings, and may it reflect in your contribution
during throughout your life, not only to your own self and your family, but to the society as a whole. Thank you, and Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.